الجدران يشوهها. العالم تقدمت وتطورت، صارت تكتب على تويتر وسائل التواصل الاجتماعي، وانت وك باقي متخلف للحين تكتب على الجدران. يا اخي العالم تقدمت خلاص، تبغى تكتب اكتب ورقة يا اخو، اكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، اكتب تويتر فيسبوك بغير. كل العالم تقدمت وصارت صار الان الناس مبدعين، الا انت باقي متخلف. خلاص المتخلفين اللي كانوا يكتبون على الجدران خلاص راحوا انتهوا قضوا. افكار نور نادي الافكار يا كبار يا صغار. يلا السلام عليكم. اي بس لا تنسى تجيب ال 4 سندوتش كباب. كباب ولا دباب؟ خلاص اي و 4 فطار زعتر. زعتر ولا انت؟ خلاص انت وياه. اقول لك شيء، لا تجيب حاجه. حاجه ولا دجاجه؟ خلاص ما بشي، الغى الطلب. طلب ولا مطلب؟ يا شباب ما يصير كذا، خلاص ضاعت اوقاتنا في النكت السخيفه والرسائل السخيفه والسخافات. العالم كلها قاعده تتقدم وتتطور، واحنا 24 ساعه ضحك وسخافات ونكت سخيفه ورسائل سخيفه. تبغى تضحك اضحك، لكن مو 24 ساعه. العالم كله يتقدم ويتطور، واحنا الرسائل تجيك يعني من اصدقائك اكثر شيء، يعني تسولف مع اصدقائك نفسهم هم اللي بالمدرسه، يسولفون معك عبر الواتساب نفس الكلام اللي بالمدرسه. خلي الواتساب عندي وزي الجوال، اخليه زي التفتيش، يجين اشياء شينه واشياء زينه، بس ما اطلع الاشياء الزينه والاشياء الشينه مسح من عندي. يعني ما اخلي اي شيء يمشي من عندي. في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة سنة حسنة فله أجره وما أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس. الإنترنت بدأوا الناس يشتغلون مثلا على اليوتيوب، برامج اليوتيوب هذه اللي تشوفها تراها اللي فيها الأفكار السيئة والمبادئ، واللي يعني يدخلون الضحك والكوميديا على أشياء قد تدخل في الدين. البرامج هذه ما جاء واحد كذا وطلع وقال لا أنا بغير أفكار الشباب، هذه محرك من ناس من الغرب يريدون ان يعني يهدمون الشباب ويهدمون اخلاق الشباب. يعني مثل نكت الحشيش جايه من برا هذه النكت، ترى وروجوا للحشيش زي النكت. ليش كلها عن السعوديه؟ ليش ما تصير كلها عن بلاد ثانيه؟ صحيح. طيب في شيء، المشكله انه الشباب هنا هم اللي ينقلون النكت هذه، يعني الشباب هم يروجون لها بغير قصد للاسف، يعني لو انهم يدرون ما درى ما سووها، وحنا نتداولها ما ندري. الحين صار اللي يسمع كلمة حشيش دي كأنه واحد ينكت ولا واحد ظريف ولا واحد صار شيء عادي مرة، مو مثل أول.